السلام عليكم. الفن والفيزياء. طبعا لما نقول فيزياء اول حاجه حتجي في راسنا معادلات رياضيه ممله، لكن ما ترفعوا اعمالكم، انا ما جاي اصحح المفهوم ده، لسه المعادلات حتكون قاعده. منو فينا بيعرف اللوحه حقت الموناليزا؟ سؤال بديهي، كلنا شفنا قبل كده اللوحه بتاعت الموناليزا، وكلنا عارفين انه الموناليزا رسمها ليوناردو دافنشي، كلنا عارفين انه ليوناردو دافنشي فنان، ومن لوحاته برضو العشاء الاخير دراس ميورال، عارفين ليوناردو دافنشي الفنان. لكن هل كلنا عارفين انه ليوناردو دافنشي كان عالم فيزيائي؟ هل كلنا عارفين انه ليوناردو دافنشي كان مهتم بعلم الفلك والهندسه المعماريه؟ طيب عايزانا نتذكر اول مره، عايزانا نتذكر اول مره شفنا فيها النجوم. بعيده وما حنقدر نتذكر اول مره شفنا النجوم، لكن حاجيب حاجه قريبه، الكهرباء اللي بتقطع بالليل في الظلام، النجوم بالليل في الظلام، شكل السماء وهي مليانه بالانوار دي في الخلفيه السوداء. ممكن نتفق كلنا احنا جزء مننا كبير ابتسم، وممكن نتفق كلنا انه كان في احساس بالدهشه والتساؤل، كيف وليه؟ ف يعني شنو فن؟ ويعني شنو فيزياء؟ What is art and what is science؟ حقتبس من يوكو شيمزو العالم الكيميائية يوكو شيمزو في تعريفها للفن والعلم، إنها قالت إنهم they are both creative fields. They are both creative fields that requires new ideas and crossing boundaries. وفعلا الفنان والعالم عشان يكتشفوا حاجة جديدة محتاجين درجة ضخمة من كسر القيود، وإحنا قاعدين في مجتمع مقيد جدا، محتاجين درجة ضخمة من الإبداع. عشان العالم يخترع آلة جديدة محتاج إنه يكون مبدع، وكذلك الفنان. نرجع تاني للسماء. السماء بتدينا إحساسنا بالدهشة وبداية التساؤل والتكهن. مما البداية زمان كان بالنظر للنجوم، لما زمان كانوا العلماء اسمهم كهنة، لما كانوا قادرين يتنبؤوا لنا بالفصول، وقادرين يتنبؤوا لنا إذا بكرة هتيجي عاصفة، عشان الناس دي ما سمعت كلام الملك. طيب What history has to say? No more falling apples. لأنه إحنا لما نقول فيزياء أكيد حتتذكروا المثال المبتذل بتاع التفاح اللي وقع في نيوتن، لكن لا، إحنا ما جايين نتكلم عن falling apples، إحنا جايين نتكلم عن الجمال بتاع الفن والجمال اللي إحنا بنشوفه في العلم وفي الفيزياء. نرجع ليوناردو دافنشي، ونقدر نقول إنه ليوناردو دافنشي ما كان عنده الفصل ده، ما كان في فاصل حقيقي بين العلم والفن الوقت ذاك، لأنه ليوناردو دافنشي كان قادر يشوف الموسوعية حقة العلوم، كان قادر يشوف الرابط بين العلم والفن، كان قادر يشوف إنهم بيبدوا من نقطة واحدة من المركز وبعدين بتشعب. يمكن إحنا لما فصلنا العلوم لعلوم إنسانية وعلوم اجتماعية وعلوم تطبيقية مملة ورياضيات ومعادلات لسه مملة، خلقنا بدون قصد حاجز بين العلم والفن وخليناهم مجالين منفصلين من بعض. لكن هل دي الحقيقة؟ عايزاكم ترجعوا تتذكروا تاني وإنتوا صغار أول مرة شفتوا فيها قوس قزح بعد المطر، إحساس بالسعادة، الألوان دي جات من وين؟ ليه السماء بعد المطر بقى فيها ألوان؟ وعايزة أقول إنه قوس قزح هو في الحقيقة ما قوس، لا هو دائرة، لكن بس ما لاقي المساحة الكافية إنه يعبر عن نفسه. قوس قزح ببساطة ضوء، ولما نتكلم عن الضوء ما ممكن أتكلم عن، ما ممكن ما أتكلم عن ابن الهيثم. كلنا عارفين ابن الهيثم، هل كلنا عارفين إنه ابن الهيثم أول من درس الضوء؟ يمكن معظمنا عارف المعلومة دي، وبرضه يمكن ابن الهيثم زمان لما كان صغير زينا كده سأل نفسه ليه قوس قزح قاعد يسهر في السماء بعد المطر. يمكن ابن الهيثم برضه سأل نفسه ليه القلم لما يكون في كوباية يكون حجمه برا وحجمه في المويه شيء تاني، يمكن عندهم أقلام الوقت داك أم ناشور. طيب ده ابن الهيثم. ولما نتكلم عن الصوت، لما نتكلم عن الضوء، لأنه قوس قزح زي ما إحنا قلنا ببساطة ضوء، لازم نتكلم عن الصوت، لأنه thunder follows lightning، الرعد بيجي بعد البرق. صوت موسيقى هنفكر في بيتهوفن، موزارت، باخ. عايز أسألكم سؤال،
زول عارف منو اللي اخترع السلم الموسيقي؟ ايوه فكرنا في يمكن بيتهوفن، يمكن باخ، يمكن فيفالدي، بس لا عايزين نرجع بالزمن لابعد من كده. Ancient Egyptians، الفترة بتاعة العصر بتاع الحضارة المصرية القديمة. وهنا عايز أحكي قصة أنا قاعد أحب أحكيها شديد. كان في فلاح مصري، إحنا ما عندنا documents فما هنقدر نعرف بالضبط الفلاح ده منه، لكن قادرين نعرف القصة. كان معجب بأميرة مصرية، أميرة فرعونية الوقت ذاك، ولكم أن تتخيلوا الفارق إنه هو هيحاول يحنك مع أميرة مصرية، فهو محتاج يجتهد شديد، عايز يقدم لها حاجة ما عندها. وشنو أقيم من الفن أنت حتقدر تقدمه لزول عنده كل حاجة؟ منا كان عايز يقدم لها مقطوعة موسيقية، ممكن نقول حاجة خالدة. وهنا عايز أعدي المفهوم، الناس لما تفكر في الفن بتفكر فيه كحاجة بتجي من وحي الإلهام بس، كإنسان عنده الموهبة وإلهام لأنه يدي حاجة فنية، ما بتفكر في أنه الفن نفسه عنده نسق علمي. الفن محتاج درجة كبيرة من التجارب والمحاولات عشان في النهاية إحنا نصل للشكل النهائي للمقطوعة الفنية اللي شكلت لنا السلم الخماسي. خلونا تاني نعاين للصوت بصورة مختلفة. تذكروا صدى صوتكم لما تسمعوه في غرفة فاضية؟ تذكروا الإحساس الجميل بتاع ليه صوتي عالي كده وليه صوتي ما نفس صوتي اللي بسمعه لما أتكلم عادي؟ هنا عندنا دوكيومنت، وهنا عارفين انه اول زول درس الظاهره بتاعت الصوت في شكل ماده هو مارين مارسين. العالم الفرنسي مارين مارسين هو درس الصوت بالشكل العلمي حقه، وقدر مارين مارسين بالمعادلات اللي لسه احنا شايفينها ممله انه يقدر يساعد اطفال كتار مصابين بالصمم انهم يسمعوا اصوات امهاتهم للمره الاولى. فالرابط بين العلم والفن عموما كان موجود منذ الأزل. العلم عنده النسق الفني، ليه؟ لأنهم الاثنين بيصيروا فينا إحساس الدهشة، بيصيروا فينا إحساس الدهشة اللي بيخلينا نفتش عن إجابات للأسئلة واللي بتفسر لنا ببساطة الظواهر البسيطة حقت الكون. لكن العلم جامد ممكن نقول، أو فن صامت، على عكس الأعمال الفنية اللي بتمتاز بالألوان، الصخب، كمية كبيرة شديد من رسومات، موسيقى، حاجات ملونة. لكن لما نتكلم عن الفيزياء وأتكلم عن الفن الفيزيائي، أنا بتكلم عن علم صامت طويل المدى وعنده أثر بعيد شديد. يعني لما تشيل كوباية حارة حتعرف إنها حتحرقك، وبرضه أنت عارف إنه الظاهرة دي اسمها انتقال حراري. ولما تكون ماسك قلم ويقع منك في الأرض أنت ببساطة عارف إنه دي عزيبية. ليه؟ لأنه الفيزياء العلم بتاع البديهيات اللي احنا بنمارسه كل يوم في حياتنا بصورة يومية بدون ما نلاحظ لأثر العلم وأثر العالم المشى خلال المعادلات الكثيرة والمعقدة عشان يديك تفسير في كلمة واحدة للظاهرة البسيطة اللي حصلت دي، اللي هو القلم الوقع ببساطة جرافيتي. فإحنا هسه حاليا قادرين نشوف العلم بنظرة الفنان، وقادرين نشوف الفيزياء من المنظور الجمالي بتاعها. فهل في حياة كثيرة تانية في حياتنا محتاجة نشوفها بعيون جديدة؟